بص يا ملك، مفيش حد يقدر يحاسب حد على مشاعره، ولو الحكايه كان فيها حسابات وتفكير كنت اكيد فكرتي الف مره قبل ما تحبي حد زي يوسف. عامه دي حاجه ترجع لك، بس اللي انت غلطانه فيه بصراحه انك تسيبيه كده في اكتر وقت هو ممكن يكون محتاج لك فيه. يعني افضل على علاقه مع واحد مدمن وبيتعالج في مصحه؟ لا، تفضلي على علاقه مع واحد مدمن وبيتعالج في مصحه وتساعدينه يتعالج ويخرج من المصحه، بعدها بقى تحبيه تتجوزيه، دي حاجه ترجع لك تقعدي تفكري فيها لوحدك. بس الحاجه اللي ما فيهاش تفكير ان في حد محتاج مساعدتك وانت لازم تقفي جنبه. خلاص اوكي، اي مطرح انت نقي تيري منيح. يلا هاي تيري معا. عارفة نيحة، لا ما في اليوم ظهرة مع أصحابي، ماري غير مرة. لا لا عادي، ما في شي. اوكي باي. انت مش ظهرة معنا؟ لا. ليه في شي؟ لا. طب مع مين ظهرة من أصحابك؟ مش حقدر. يا الله يا ريما، قولي لي شو صاير بينك وبين بيك؟ ما في شي، بس هيك ما عم بقدر عادي. ما أنا قلت لك قبل ما تيجي، يوسف مش عايز يروح معاك دبي. خلاص ما بقاش عيل صغير. إيه؟ عايز تاخده بالعافية؟ طب أعمل إيه يا بابا؟ أسيبه هنا يضيع؟ ولا أرجع مصر وأسيب شغلي هناك وأضيع مستقبل إخواته؟ روح الحق طيارتك يا حسين، انا موجود وهعمل اللي ربنا يقدرني عليه. ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا بابا؟ اسافر كده واسيبه؟ روح شوف اكل عيشك، ابنك انت سايبه من زمان. كنت فين لما كنت رميه هنا وعملت لم فلوس انت ومراتك؟ حتى لما كنت بتعوز تسال عليا يا راجل ما كنتش بتكلمه، كنت بتكلمني انا علشان تطمن عليه. سافر يا حسين. ملك، ازيك يا يوسف؟ مش كويس يا ملك. لما انت مش كويس سبت مصحة وما رجعتش ليه؟ عشان مفيش فايدة، مفيش حاجة بتتغير. لا يا يوسف، لو كنت عايز كنت اتغيرت. مالك؟ أنا عايز أبطل بس مينفعش، مش عارف. فكرت انتحر واخلص، صدقيني. انتحر ايه يا يوسف؟ ما ترجع المصحة. مالك ما تسيبنيش.